بالتأكيد أولى المساحات والفقرات مع واحدة من الشرائح المهمة جدا في المجتمع السوداني، ذوي الإعاقات وأصحاب الهمم والمعاقين تحديديا. والإعاقة هي ليست فقط يعني هي إعاقة جسد ولا إعاقة نظر ولا إعاقة ذهنية، الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الذهن. خلينا نقول يا سهام، واحدة من الشرائح المهمة جدا والمستضعفة في المجتمع السوداني، عندهم كانت صولات وجولات وأيضا وقفات احتجاجية أيام ثورة ديسمبر المجيدة، ولا زالت تتواصل الوقفات لتحقيق مختلف المطالب اللي هم محتاجين بأنها هي تتنفذ لهم وتكون على أرض الواقع. سعيدين يا سهام من خلال المساحة دي نرحب بضيوفنا. أكيد تحدثنا كثير عن هذه الشريحة الهامة وعن دورها وعن أهميتها في المجتمع وعن أهمية أخذ حقوقها، لكن اليوم بنتحدث عن جانب آخر، عن نفسي سعيدة جدا أنه هم نهضوا بنفسهم. صحيح. عارفين أنه ليس كل حد هو قابض على الجمر إلا ذو قضية نفسه. صحيح. عملوا تحالف جميل جدا بين مين هم اللي حيذكروا يورونا طبعا المنظمات بصورة عامة وكذا، ولأجل إبراز القضية بصورة كبيرة، لأجل المطالبة بحقوقهم المستحقة، لأجل أنه نحن هنا ونحن عاوزين حقنا، ونحن إذا أعطيتونا حقنا حنعطيكم كذا. فجميل أنه الناس كلها تتفاعل، جميل أنه تفاعل يكون منهم هم بنفسهم. التحالف ليه ومين بيتضمن مين بالضبط، وأهم ما فعلوا خلال الفترة السابقة ده كل حنعرفه من خلالهم. الأستاذ ربيع النور هو أمين مال التحالف، وقعد بعيد مننا قال لنا أنا زول المال بكون بعيد أصلا لكن برضو حنلحقك. مساء الورد عليك. تحية لكل أخواننا في قناة الموج الأزرق بدون فرز، وخلونا نحيي أول حاجة أخواننا السبقون وأخواننا الشهداء المعاقين في ثورة ديسمبر. نعم. لهم ألف رحمة وعودة للمفقودين والشفاء للجرحى المصابين. نعم. المصابين والجرحى اللهم أمين. أهم حاجة طمنا الخزينة كيف؟ الخزينة والله كويسة يا ما عندنا مشكلة. المشاريع الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. أموره إن شاء الله. نخش طوالي في موضوعنا اللي هو التحالف السوداني للأشخاص ذوي الإعاقة. قبل ما نخش في موضوعنا ما نرحب بناس الإعلام، ناس الإعلام ديل يعني هم دائما كل الحاجات في وجههم. صح يا أستاذ عثمان عبد الباقي هو عضو التحالف والمسؤول الإعلامي للتحالف. فلكن لما تجي الحقيقة بنقف ورا ما عارف الحاصل شنو. أنا سعيد كل السعادة إنه أكون في حضرة المساء، وبتزداد سعادتي إنه أكون ضيف على قناة الهلال سيد البلد الموج الأزرق. هلال أبي متعصب شكلك شديد لدرجة عايدة. مبروك طيب انتصار الهلال السار بالأمس. يا الله يبارك فيك، وإن شاء الله مزيد من الانتصارات والتوفيق للنادي العريق. إن شاء الله الكأس السنة دي بإذن الله من نصيب نحتفي بيه معاكم. نتمنى الله يتمنى ذلك إن شاء الله. إذا أستاذ ربيع الكرة في ملعبك الآن عشان تعرف بالتحالف. التحالف الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. تحالف من منظمات وجمعيات ومراكز وعبر 37 منظمة، من منظمة لجمعية، أقل منظمة ولا أقل جمعية أو مركز عضويته تفوق 20,000 معاق على مستوى السودان. نعم. التحالف ممتد يعني ممتد لجميع ولايات السودان المختلفة، والتحالف اصلا جاء على اساس انه المركز في الخرطوم لكن من الولايات في مشاركين. يعني نعم في مشاركين من الولايات، ومن الولايات كمان، وفي الولايات المهمشة، يعني الولايات المهمشة والولايات اللي فيها مراكز التماس واللي بيطلع منها المعاقين الحروب والألغام والحوادث، يعني البلاد كانت مبوءة بأثار الحرب. أثار الحرب. نعم. يا ريت لو سمحتوا لي أضيف شوية للتحالف. التحالف يعني بعد ما تكون من مراكز وجمعيات ومنظمات، يعني التحالف يعني أملته علينا الظروف الحاصلة إنه هو يكون تحالف يعني مطلبي عشان يحقق للمعاقين الشيء اللي ما تحقق لهم في العهدين. يعني في العهد النظام البايد هو يعني ما تحقق لهم اي ما تنفذت لهم اي حقوق المعاقين، بل استخدموا في الحشد والتأييد، واستخدمت اتحاداتهم الغير شرعيه
في الحاجة دي. فلقينا نحن نفسنا يعني بقول لك المصيبة بتجمع، يعني جمعتنا الظروف خلتنا نحن نتوحد ونتوحد ونلتقي في عدد من الاحتفاليات والاحتفالات ونكون التحالف ده من الجمعيات والمنظمات والمراكز، وعشان نشيل هم الإعاقة، عشان نطالب بصوت واحد وقضيتنا واحدة. وعشان كده فنحن قررنا نحن يعني ننشئ التحالف ده، وعملنا له فروع في الولايات كما للمنظمات فروع في الولايات، وممتد يعني ممتد وحيمتد على مدار على كل أرجاء السودان إن شاء الله، حيصل إلى أبعد مدى وإن شاء الله حيصل يعني إن شاء الله ربنا يوفقكم أستاذ عثمان أستاذ ربيع. دايرين تعريف أكثر علاقة التحالف بالمجلس القومي للمعاقين عشان على الأقل ندي لمحات وتفاصيل أكثر يعني. بالمجلس القومي التحالف يعني في منظمات يعني، وجينا نحن للمجلس بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي يعني قعدنا معه أكثر من مرة وأكثر من 3-4 مرات، ويعني ما في يعني هسي أدابه المنظمات بدأت تخش هسي في يعني بطريقة أوضح يا أستاذ. نعم. المجلس القومي ده ما هو جسم يعني نص بتكون من أعضاء منه بالاختيار، يعني في بعض الأعضاء بتم اختيارهم المباشر من المعاقين، وبعض الأعضاء بكون المكتب بيكونوا يعني بالتعيين، وهو ممثل يعني هو مهمته إشرافية يعني يشرف وينفذ سياسات الاتحاد اتحاد المعاقين اللي غير موجود. اتحاد المعاقين ده مفروض تكون من منظمات، يكون من المنظمات، فنحن المنظمات العاملة في العمل الطوعي عملنا اتحالفنا واتآلفنا عشان نخدم القضية. هو الاتحاد ده جسم يعني بيتم بالتعيين وبالاختيار المباشر، يعني مناصفة بين الحكومة بين الحكومة التعيين أو الاختيار المباشر بين شريحة المعاقين. فنحن تحالفنا ده قائم منظمات وجمعيات ومراكز، يعني ما يعني المجلس المعاقين ده يعني ما هو ما جزء من التحالف، ما جزء من التحالف، لكن هي المنظمات أخذته كجانب قائم بذاته وأضافته لهذا لاعتبارته هو يعني إشرافي ومنسق بينك وبين السلطة الغايمة. فهي بدأت تدعوهم معه بقدر ما هو يعني لسه بعيد كل البعد عن النظام الجديد، وبعيد كل البعد عن انه يقدم خدمه للمعاقين، بعيد كل البعد عن انه يعني يمثل المعاقين بطريقه بتليق بهم وتكون موافقه للاتفاقيه الدوليه لحقوق المعاقين. طيب التحالف ومشاركاته في مبادره حمدوك. التحالف يعني قرر يشارك بالإجماع إنه في الآلية الوطنية اللي دعا لها رئيس الوزراء محمد عبد الله حمدوك، فقرر يشارك للهم الوطني اللي بيجمع الجميع، لكل من التحالف يعني عضوته في تنظيم معين وفي حزب معين ومشاركاته. لكن هنا لما جاء الهم الوطني انتفت كل الانتماءات للحزب الفلاني، فقررنا نحن كمعاقين نوري الناس إنه نحن فينا المفكرين وفينا السياسيين وفينا الاقتصاديين وفينا يعني دارين نقدم حلول ودارين نسهم في المشروع الوطني ودارين نقدم نفسنا عشان الناس يعني تعرف إنه نحن ما على الدولة ولا على غيرنا، يعني ما دارين نقول يعني دارين حقوقنا فقط، دارين نقدم. احنا طلبنا باختصار ان وجدنا البيئه المناسبه او الملائمه نحن منتجين ونستطيع ان نبني معكم الوطن. لذلك طلبنا من الاليه، قدمنا طلب لمشاركه يعني بالمشاركه في الاليه الوطنيه عشان نبرز مهاراتنا وابداعاتنا ونوريهم في الاجتماعات نحن شنو وقادرين على شنو. الاستجابه الى اي مدى ولا لسه؟ والله الاستجابه كما العاده يعني وعود لسه يعني منتظرين على أرض الواقع. ما في لسه ما تم إدراجنا داخل الآلية بصفة رسمية، ونأمل إنه تتاح لنا الفرصة عشان نقدم نفسنا من خلال الآلية. طيب من أبرز المطالب اللي أنتوا بتطالبوا بها دائما كانت في وقفاتكم الاحتجاجية كتحالف
من أبرز الأشياء دي شنو حبيتوا إنها هي تتنفذ لكم على أرض الواقع؟ تنفذوا الحياة تكوين الاتحادات الغير شرعي. تكوين الاتحادات المفروض الاتحادات تتكون من المنظمات والجمعيات العاملة بنص القانون بتاع العمل التطوعي. كمان يا أستاذ ربيع نحن كان من أول أهدافنا كان إنفاذ القانون. إنفاذ القانون ده بحل جميع الاتحادات لأنها غير شرعية، لأنها ما قائمة من منظمات. في قانون العمل الطوعي بيقول الاتحادات تتكون من منظمات وجمعيات عشان هو الاتحاد أصلا طوعي، ده في قانون العمل الطوعي، وهي مكونة من أفراد يعني جايين عن طريق الواسطات وتكونت بدري قبل ما يعني. فنحن طالبنا إنفاذ القانون بحل جميع الاتحادات وتكوينه وفقا للقانون، بالإضافة لحاجات كثيرة طالبنا بها. طالبنا الدولة بكفالة المعاق، يعني للإنسان ما قادر ما لاقي شغل الدولة تكفله وتغدر ظرفه شنو وتدرجه. ورفعنا مطالبات بأنه كارنيه الإعاقة ذاته أول بطاقة تكون من الدولة وفقا لتقديرات الكوميسيون الطبي، وتكون كل خدماته مدرجة له في البطاقة التأمين الصحي والدعم الاجتماعي أو الكفالة اللي بتمنحها له الدولة، تكون عبر البطاقة دي وتكون بطاقة شاملة بطاقة الإعاقة. يعني رفعنا قضايا كثيرة لكن ولا حياة لمن تنادي، احنا بقينا مظلومين العهدين ما في استجابة لحد الآن. هي الملامح ضبابية للكل ليس فقط لكم، ولكن دائما كنا بنقول انه لا تعطيني سمكة او تطعمني سمكة بل علمني كيف اصطاد، حتى انه توفر لكم فرص في الوظائف في كل شيء من حقكم، ما بتطالبوا بحاجة ما محقوقة. المال عصب الحياة وعصب أي مشروع، دراسة محتاجين نحن ندرج أبنائنا، عاوزين معاهد كثيرة، عاوزين في مآسي كثيرة بصراحة في ذوي الهمم بيطالبوا بها عشان يمحوها، وإن شاء الله مع الأيام ما ضاع حق وراءه مطالب. طيب الجانب المادي أستاذ ربيع تكلمنا عنه، إنه مين بيمولكم؟ هل استطعتوا أنتوا تصلوا لمكان محدد ممكن يكون مصدر مورد ثابت في استثمارات؟ هتعملوا شنو؟ والله هو التحالف ده ما اصلا قايم جسم حقوقي. نعم. جسم حقوقي لحد ما يتكون، اما لحد ما يقوم يتكون بالشيء القانوني على اساس انه شنو نحن نقومنا بعدين الناس بترجع للقواعد بتاعتها اللي هي للمنظمات وللجمعيات وللمراكز. نعم. اما هسه التحالف انا كامين مالي في التحالف يعني ده ما جسم مثلا القروش بتاعته ما على اساس انه مثلا احنا نعمل بها مشاريع ابدا. مثلا ضل حركتنا نحن على اساس انه جايين قناة الهلال، يعني ما نقوم نتزلى في المواصلات، نقوم نأجر ترحال، يعني دي اشتراكات فرضناها نحن كمنظمات وكجمعيات برانا يعني. يعني ما في الدولة يعني ما شغل يعني ما شغل رسمي، شغل قانوني مثلا يجي عليهم راجع قانوني وبعدين نتحاسب فيه، لا ده شغل عاملينه نحن كافراد وكمنظمات. منكم انتم؟ ايوه الاتصالات مثلا بقناة الهلال، بالاذاعات، بالاعلام، دايرين نعمل مؤتمر صحفي، محتاجين ناجر قاعة. طيب للكبيره حتعملوا شنو؟ فكركم شنو للمستقبل؟ ما انتم ما حتقدروا تضيفوا على كده بس، صح؟ للمستقبل ده والله ما هو في النهايه نحن ما بنرجع للدوله، والدوله هي بعدين هي المفروض هي تمهد لك مع المشاريع الاستثمارية، المشاريع الاستثمارية مثلا. ايوه نعم. طالبتوا بكده في والله نحن كتحالف يعني نحن لحد اللحظة القوانين والحاجات بتاعتنا لحد اللحظة حديثة الأدراج، نطالب منه نزال منه ما في لحد اللحظة، حتى على المجلس القومي ذاته، المجلس القومي ولا المجلس الولائي ولاية الخرطوم ولا المجالس الولائية في السودان، اوكي لحد تاريخ اللحظة ما في يعني ما في انتباه لقضية الإعاقة. الناس لحد اللحظة يعني ماشية في قضية السودان كله، وكلكم انتوا بتعلموا كلنا بنعلم. يعني نحن بخصوص التمويل، نحن التحالف ده قايم على بالتمويل الذاتي، فرضنا رسوم على كل المنظمات. يعني كان المنظمة الولائية عملنا عليه فرضنا عليها 3000 جنيه والمنظمة الاتحادية يعني رسوم 5000 جنيه شهريا، ده لتسيير التحالف عشان من ترحيل ووجبات تقام عند الاجتماعات وعند المشاركات التفاعلية للتحالف، لأنه أهدافه كثيرة ومشاريعه طويلة ومحتاجة لمزيد من الوقفة يعني. وبعض المتبرعين الأفراد يعني
متاح لهم انه ينضموا لنا في يعني عندهم مساهمات تبرعات ما فرضي عليهم اشتراكات، لكن كمان الافراد براهم عندهم مساهمات بتجي يعني تمويل مننا ولينا. طيب دايرين نعرف حول مذكرة التحالف اللي قدمتوها لمجلس الوزراء، وهل كانت في استجابة أو وعود قاطعة إنه هي تنفذ في تحديد فترة معينة، أو يعني شنو من الإجابات اللي كانت واضحة من قبل مجلس الوزراء للمذكرة اللي أنتوا رفعتوها كتحالف؟ أستاذ ربيع. والله نحن ما رفعنا مذكرة واحدة، يعني نحن بدينا من وزارة الرعاية لحد المفوض لحد ما في النهاية جينا مجلس الوزراء. طيب نحن ما بدينا أصلا نبدأ سلسلة كويس، نحن بدينا من المفوض وجينا للرعاية جينا مجلس الوزراء. يعني كلهم لحد تاريخ اللحظة ما فيهم واحد على الأقل يرد لنا رد شافي وكافي كده على أساس إنه نحن مذكرتكم دي حنعمل لكم فيها ولا ما حنعمل لكم فيها. يعني لا في وعود ولا في نهاية. فترة زمنية تحديدة ولا أي شيء، ما في أي استجابة نقدر نقول. ما في استجابة يعني أنا الكلام ده واثق منه، وطلعت أرباع المذكرات دي خصم لك بجلال الله متابعنا بنفسي. ولحد ما يعني أنا اتصلت يعني المفوضية دي حدث ولا حرج. ليه؟ لأنه كل ما نجي نقعد مع مفوض يتغير المفوض بعد 3-4 يوم المفوض بتغير تاني يجي مفوض جديد. يعني في اللحظة دي نحن أنا مقابل 6 مفوضين وسيد السابع الأخير ده مما بعد الثورة ده المفوض السابع. آخر يوم أنا ضربت له مبارح يا ربي والله هو أول مبارح تكلم معه يا سيد المفوض عملت لنا شنو؟ بيقول لي والله لحد ترغي اللحظة وممكن بكرة بعد بكرة اليومين دي نحن اشتغلنا بالفيضانات وقلت لي ما في مشكلة نحن برضو منتظرين الفيضانات برضو بتهمنا صحيح. لكن على الأقل مفروض على الأقل تبشرونا يعني. ولحد وزير الرعاية الاجتماعية ده أصلا حدث ولا حرج برضو للمرة الثانية نحن لحد ترغي اللحظة نحن ما بنعرفه نحن بنجيو كمنظمات وعبر 35 ولا 36 زي ما قلت لكم منظمة نحن بنجي لحد بابه الباب بتاعه محجوب بمدير مكتبه. يعني لحد تاريخ لحظة أنا الكلام ده بقوله صحيح. وبقوله وتاني حارجة تاني حقوله في عدة إذاعات وفي عدة صحف وفي عدة غنوات. يعني حتى الوزير لحد تاريخ اللحظة ما قادر ينتبه. يعني عندهم حاجة واحدة عندهم الاتحادات دي بس شمس صعب شمس وقعد ما عارفين انه في ناس ما عندهم علاقه بالاتحادات لا من بعيد لا من قريب. يعني الناس مفروض تعرف حته زي دي. يعني الاتحادات والمفوضيه بتعلم المفوض بيعلم بانه الاتحادات دي غير قانونيه. والناس مصره انه الدوله كانت الدوله السابقه ولا كانت الدوله دي مصره انه تتعامل مع الاتحادات. ومعروفه قايمه يعني قايمه على باطل. يعني انا بقول الكلام ده مظلم يعني. ما كان في انتخابات رسميه وتوفق او موافقة على الكل منا وكذا ولا الإشراف عبر الدولة؟ لا الاتحادات مفروض تكون على حسب قانون العمل الطوعي مفروض تكون عضويتها منظمات وجمعيات عضويتها جمعيات ومنظمات جميل. يعني ما بتكون عضويتها أفراد. نحن في السودان هنا على مدار 17 سنة ولا 18 سنة الفاتت نحن عضوية الاتحادات هي المهيمنة على السودان. اتمنى ان الصوت مضيعين باقي المنظمات. ده كلام خطير جدا. اتمنى انه الصوت يصل للمسؤولين ودي ميزتنا هنا بنحاول نوصل نكون حلقه وصل بين المواطن وبين ذوي الشان صحيح. وبين المسؤولين وان شاء الله رسائلنا تصل وتقدروا تحققوا كل امالكم واحنا معاكم شراكه ذكيه بين قناه الهلال وبينكم من البدايه وحنكون دائما معاكم ان شاء الله في حلقات قادمه. شكرا لحضوركم. شكرا لك. تفضل بدك تقول شنو معلش؟ أنا كان داري أتحدث عن إنه يعني المذكرة اللي قدمناها لرئاسة الوزراء إنه كل ما نتابعها ونزعل منها يعني قاعد يجينا الرد بإنه لسه يعني قدامه مذكرات كثيرة وقدامه يعني قضايا كثيرة كأنه قضيتنا ما بتعنيهم وكأنه يعني نحن ما بنستحق إنه يعني يبحثوا عن قضيتنا نهيك عن يعني يحلوا مشاكلنا وينظروا ليها يعني كأنه ما مواطنين ما يعني ما في اهتمام بقضيتنا وما في اهتمام بينا. طول ما انتم بتطالبوا وتطلعوا تتكلموا اكيد في اهتمام والمجتمع معاكم وده الاهم اكيد وما ضاع حق من وراءه مطالب وما في حي اسمه كانه قضيتنا مهمه او ما مواطنين. انتوا لكم ده حقكم صحيح. الشرعي
ووين المشكلة يعني، بس كلها مسألة زمن. بكرة أحلى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ ربيع النور، شكرا جزيلا أستاذ عثمان عبد الباقي، شكرا لكل اللي تابعونا من خلال هذه الفقرة. عندنا فقرات أخرى كده يا أمل؟ أكيد يا سهام، لكن نطلع فاصل ومن بعده راجع لكم.